بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. عشر كان يواكي بقول يا سديدات كمدة من رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين. باب استحباب تكثير المصلين على الجنازة وجعل صفوفهم ثلاثة فأكثر. وحبابي هي شريعته إني جعشة هي تكثير المصلين ذلك كنت كان إياه إن لبضي على الجنازة جنازة ذلك كنت كان إياه ميت كمسلم كا وإرقين إياه إن لبضشه هذه لا أوضو. وجعل صفوفهم ثلاثة فأكثر لا يمنك كنت كان إياه صلاة الجنازة تكن إياه روح مسلم كا وإرقين إياه إن صدح صفلقات ديقو يوحك بضان بهدي الله له. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. نبي حر عليه الصلاة والسلام ما من ميت ميت متشره قفل انت متشره ما وانا فيه منتنا وزائدة لاستغراق الجنس وحيقوليها عربي ورنشرين منتو ونافيو ماذا ونافيو نجد وحبي دي ديسا منتنا وحلو كرديي إن ميدو رنبا أي عممتو ميد كمسلمين تو رنبا جنسي أموادا إن وحبال لغتاقين وحبال الرئيبين أي الله تلقلي مركا مطلقاسنا ومقير حديثك دنبا عدين دونا ما من ميت مسلمين با لغوضا ما من ميت مسلمين أي الله لغوضا ما من ميت ميت متشر يصلي أي تكنين عليه دفيس أمة من المسلمين أي جماعة من المسلمين كوح مسلمين تكمدة أمضوا معاني بضم بالغو إطلاقا لك هذا جماعة اللوتشي جماعة من المسلمين كواسو يبلغون قارية حق التيرادة 100 بقول كلهم دمان تودنا بقول كاسنا يشفعون له ميت كيو إرقين أيان هدي تيران إلا هدي جيران شفعوا فيه إرقدي وذن والله أقبلوا إله إرقدي واكي له روح مسلمة أوردنتي أو كوح أمر رحان مسلمين أي كتو كذين بقول قاري أما كبدا أو إرقيني إله ننك أبر يا هدي جيران إرقدا أيضا والله أقبلي مركة تاسوحي تسيسا إن جماعة كتو كان إيسا مسلم كاسد انتي لبطشو انتي لقا أوده رواه مسلم. محمدنا جنازه وحي اهيد ان روح مسلم كا لو دعيه لو ارغيه الى انه دنبغي سي دافو ميل سانغييو الى هو عافيو مر ولبا مركه جماعادو يبريدو يا ددك مسلمينتا اي كو بتان خير كبا كردايا دعادنا الا اقبلنا انا لو ياه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم وأنا إذن الله حديث كدنبا قيدي ما من ميت تهوري وحكا دقانتا ما من ميت مسلم ما من رجل مسلم روح مسلم مجروا يموت لمانا فيقوم على جنازتي جنازتي يدل استاقها يان أربعون أفرطا أربعون رجل أفرطا نن نكوا هالقبسي طمر كوا سوق لين هدي كنت كذا كواس الله يشركون بالله شيئا ماشي لوك رب حوي مسلمين تأفرطا كنت كنا يكو إرقيني وإن يهين ضد أصل إرقد الله أقبله دعاء الله أقبله وإن إله أشريكي لهم موحدين آل التوحيد لا يشركون بالله شيئا إله أن أشريكي لهم إلا هدي جيران أفرطا مسلمين وروح مسلم وميدة كتكة إلهنا أبريي كواس رب أشريكي لهم مسلمين ربعة إلا شفعهم الله فيه أفرطا كموحدين تأها إلهي بإرقد كأقبله أي فيه في الميت رواه مسلم. مركا مساجد تريم يس انت المسلمين على التوحيد اي كوغان ميد كادا جيسو جماعه الله داي الله يودو هنا واهل التوحيد والشرك بي كهفين يغو تو كادا دي روح ميد كي مسلم كاد ودو مساجد هل اسكا جيون اسكا الهالي هل اسكا جيون او شاد او تحدر مساجد الصوفيه وكتاليا امواتك الهالي أموادك إلهية مساجد إعتصام قتليان آدسك إلهية لأنه يروى مشركين كلي صوفي إعتصام وأسكو حكم ميل مكل الجيران نن شرك التشريع والسياسة كجرا نن شرك الربادي كجرا شرك الرمقال هي شرك ريمي
meel ma kala jiraan, yaan laydin sirin caadu gududan iyo koofiyadda cas iyo marka manaabirta la fadhiyo. Inna alxamda lilaahi naxmaduhu wanastaciinu, hawlaa yadin sirin bismillah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli, nin ka bilaabay iyo ina alxamda nin ka bilaaba isku mid way hadday kulli mushrikiin yihiin. Madaahirta iyo qaab labiska iyo qaab hadalka iyo caamada lagu dagaa ninka caaqilka ee waxgaradka ama diin yaqaana nuxurkuu fiiriyaa, nuxurkuu fiiriyaa. Caamadu waxay jiraa ayaa hadlay caalimkuna muxuu yidhaahdaa, muxuu ku hadlay inaad faantiin baan filahaya. Caamagu yaa hadlay sheekhibal maasha allah, ninka caalimka caaqilka muxuu leeyahay, muxuu ku hadlay. Habar wiil yar caalim oday ruux wuxuu ku hadlay baa la qiimeeyaay, asaga waxba lama fiiriyo. Hawsha ogaada yaan laydin sirin, laa yushrikuuna billaahi shay-an, suufiyo bisa kulama ordi kartaan, tu alif iyo taat iyo masjidu nuur lama aadi kartaan, keligood lama aadi karaan, meelo badan waa in lala aado. Ka fiirsada shirki siyaasiga ahaa ee shirkul qusuur ahaa ee tashriic ahaa ayaa ka daran midka suufiyada. Shirki reebaadiyo oon dhaafaynin xuquuq manuun iyo qabri lagu dul wareegay sheekh Nuur Xuseen Weyakood oo macno saasaba sii lahay, midka adduunka rogay ee mushaaraadka lagu bixinayo ee jamcadaha lagaga baxahayo ee doktoriya master lagu qaadanhayo ee masaajidda lagu qabsaday ummadda lagu rigaystay ee filo Soomaali lagu dhex fadhiyo ee meelba taagan, kaasaa ka daran. Waxaan u jeedo waad garateen, maad fahante mise hoos baan u dagaa? May fahante waaficanti. Rawaahu Muslim, iska ilaali hawsha, hawl sahlan ma ah. Ruuxa muslimka adduunka markuu ka tago salaadaasaa u dambaysa xaqa waajibka inugu leh, salaadiisa ha loo meel dayo, ha la hubsado meesha la geynayo, cidda ku tukanaysa waa xaqiisi, mushrikiin ha u geynina, iska ilaaliya. وعن مرث بن عبد الله اليزني قال وحول وذات كاس كان مالك بن هبيرة السكوني رضي الله تعالى عنه إذا صلى على الجنازة جنازتها دو كنت كذا صحابي مالك بن هبيرة فتقال الناس عليها ضدك دل تاغن او يريسو سلوغو روح ميدا مسلم الله كيني وران كنت كنا الله يري تدوه باسو استاد لواطن مسلمين طبعا حقوق ضدك يبو فتقال الناس عليها uu yaraysto uu saluugo dadkii dul taagnaa ee ku tukan lahaa jazaahum intii yarayd buu u kala qaybshaa talaata ajzaan saddex gabal buu ka dhigaa dadkii yaraa buu qaybin meeqaatiin toban haye ana imaam noqonayee saddexii saf istaag war saddexdiinna saf labaad saddexdiinna saddexaad saf saddexaad sagaalkii buu sidaa u qayb saddex saf ka dhigaaya tusaalan uga jeeda uma qaala markaasuu odhan jiray قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب من صلى عليه نكي كنت كذا ثلاثة صفوف والله إدلاقي صدح صف هرد إرادون وبقل هجارين لبر روح النقدين صف لين مبالغها الله من صلى عليه روحي كنت كذا ثلاثة صفوف صدح لين كنت كذا فقد أوجب جن واجب سدي دم داف بواجب سدي إرقدي إن لغا أقبلا واجبتي روايات بدن بعدي روايتي أبي علي الطوسي في مستخرج على جامع الترمذي فقد ثلاث ما من ما من صلى عليه ثلاث صفوف إلا ما من مسلم يصلي عليه ثلاث صفوف إلا رحمت إلا رحم إلا رحمت والرواية دي أبي علي الطوسي عند أحمد إلا غفر له باكتمت إلا غفر له باكتمت lafdiga aan sheekh hadda inoo sheego waa lafdiga tirmidi wey lafdiga tirmidi ama riwaayadii abu daawud ayadoo sidan way ka dheertay maa min muslimin yamuutu fayusalli calayhi talaatu sufuf min almuslimiina ilaa awjaba saasaa ku yimid rawa abu daawud watirmidi waqaala xadiidun xasan xadiid xasan ayuu yidhi sidoo kale waxaa saxiix yeelay xaakim nawina wuu taxsiiniya waa xasan buu yidhi wakadalika alxaafid bn xajar asna waa taxsiiniya xadiidka وحن حديث كيما دا من طريق محمد إسحاق عن يزيد بن حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن مالك بن هبيرة السكون رضي الله تعالى عنه شيخ الباني مركا أرددي سي يقوليه كدن بي وحيدا حديثك ضعيف أو وحاكو جيرا محمد إسحاق مدلسة ون عن عنيه عن يزيد نبي حبيب بويلي علا سي مركا وشيخ الشيخ الألباني وكشي جنائزك
يضعيف الترمذي يضعيف ابن ماجه يا ميلا بكل وكشيغي الا جرت ماها محي الي الامام الروياني في مسنده وكذلك ابو علي الطوسي في مستخرجه روايته قد صرحت بالتحديث ابن اسحاق حدثني حدثنا يزيد بن ابي حبيب مرك لوغما علين كرو عن 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 عنيه وها ودها كوس بحدي انيسن ارق ميشا او كعدي ابن اسحاق بالتحديث والاخبار والسماع عن يزيد بن ابي حبيب وانا ابو علي الطوسي مستخرج على جامع الترمذي وكذلك الروياني في مسنده لبدوا ومطبوع والارقتين علدا مرك ايد عله جرت ماها شغل بان وحا كنت تقليده هوشا كن راعي ودادك ابو اسحاق الحويني كتاب كسا النافله في الاحاديث الضعيفه والباطله اصنع الى راسه الشيخ صح ما يدنا وخطا كذلك الشيخ ابن باز اصون في تعليقه على الفتح الباري الى راسه كعليه كل ود وحقوس بحضي ان هلان ماشو ابن اسحاق كعديه تحديثك وانا تو كبرا روغي شعب ارناؤوط تخريج كيسيه تحقيق السننك وحول الى راسه لغم علين كره حديثك محايل وحعديه الروياني في مسنده بصرح بالتحديث اصلا وحاضر فانه قدر صدو ابو علي الطوسي في مستخرج على جمع الترمذي اصلا قد صرح بالتحديث برك حديثه لا عله له لا عله له لو ما الا ينكروا عن عنده اختلاف باكره على ابن اسحاق واردين سكون ما ضافنت انا الترمذي في الجامع كجا جوابي ونما وحاجر ابن اسحاق حديث كقاطي او يري عن يزيد بن حبيب عن رجل عن مرث بن عبد الله اليزني ساس يري باكره كوازنا وخطا والروايه الشاذة من ترمذي بعديه في جامعه وحانا صحيح سدان ابن اسحاق عن يزيد بن ابي حبيب عن مرثا بن عبد الله اليزني عن مالك بن هبير رضي الله تعالى عنه حديثكم مركوا سدى مرين ترمذي حاكم الحافظ بن حجر ايو نووي صحه وحديث سوغان وتعليل تضعيف كنا وخطا ايو هفت عالم ان هيلين علل وحكو عليه وحي لغا جوابي لها وركي وي مرك حديثكم حينو فائده صحابي حديث كيف وريي وونا كو دقم جيري محايا النبي محبا سدا كم مقلي بو اورن جيري شواهدنا حديث كو علي هايو حديث عبد الله بن عبد عاص باجر عند الطبراني وابن حبان بسند حسن في الشواهد اي جير او نفس المعنى شاهدنا وليها اسونا سند اهان حديث سوغان وي باب ما يقرا في صلاه الجنازه وحبابي هاي وحي لغو اخرين لها صلاه الجنازه ده. صلاة الجنازة عندنا الشافعية ضانها أركان تدوالح وتضبو وتقانان عند الحنفية نوابة هل شيء بس ركن قدوي هاي أربعة تكبيرة ويحكوا واسقصونا أكتوضة أفرت التكبير إيه الله أكبر لي هاي أم بابا واجب أو ركن عند الحنفية وحي أنت أنكا هاين أما فاتح الآخر يا أما نبي الوصل لي يا هولها صدن يميد لدعية كل ومن السنن عند الحنفية أما عندنا شافعية أركان الجنائز جنازة صلاة الجنازة وتضبو تضبو وأكتين نية وهو الرزق عند الشافعية إن النية ستضحي لطم حي لي صلاة الجنازة وعبادة عبادة النية الآن ما أصحضه غالبا عبادة وحاجة النية الآن أصحه لكن سيضب عبادة وحيوب أنتين نيو وحاحقة قيام إن استاكتو استاك صلاة كتو جنازة أصنا ورغنا أما وفرض من فرائضي صلاة الجنازة محاقوص هاري قراءة الفاتحة إن الفاتحة أخرده إن آد نبي قصة لذا عليه الصلاة والسلام إن ميت كاد دعيسه إن آد سلام النقصته محان كتب سمان الشيخ نيو إيو إيا فاتح الله أخريو إيه قيام استاق لغو تكادو نبي قول لغو صليو ميت قول لغو دعيو إيه سلام النقصي سلام لغا بحاي محان كتك تكبيرة الإحرام تضبه دا سوي تضبه دا عند الشافعي وركض واهيسا حرشادي نيدي فاتحة الآخرين هاي صلي النبي ميت قول لغو دعيو هي استاجي ولو قلت كذا يو سلام النقصي انت هو اركان تايد الصلاه انت ان كان يلين كمان ساسحين دانو شافعينا باب ما يقرا في صلاه الجنازه يقول الشيخ يكبر اربع تكبيرات
انت وحي كسواري واسك السنن واسنوي تضبط وحي كسواري يكبر وحو تكبير سنة يا الروح كنت كان يا صلاة ميت كنت كان يا أضوم مأموم يهدو إمام يهيبة أربعة تكبيرات أفر قرب الله أكبر ليه يتعوذ إلهي بمغنقل يا بعد الأولى أي بعد تكبيرة الأولى الله أكبر تقول رئيسة كحرة تقضاش انت من فاتح ذا بالله بين شيطان كانت تسكننا رئيس ثم يقرأ فاتحة الكتاب الحمد لله بالروح آخرنية ثم يكبر الثانية مر لبعض بالتكبير سنية ثم يصلي على النبي النبي كصلي والنبي محمد بفالة أمانية فيقول حرنا يا مثلا اللهم صلي على محمد إله النبي محمد أمان وعلى آل محمد محمد آل كسنة أمان والأفضل سيد خير كبدن وحوي أن يتممه إنه صلي قد ما يستري الصلاة بقوله قد ما يستره ورهدي سؤرنا يروح تكنا ياي كما صليت على إبراهيم إلى قوله إنك حميد مجيد الصلاة الإبراهيمية ولا يقالنا ولا يقول ما أرنا يروح الجنازة كنت كني ما يفعله كثير من العوام عمضة بضن كيد أما إن بضن عمضة كمدة وحي سميان سمين ميسد العوام وجمع عامة كدابة ودواب مركة من قراءة أخرين تضيء أخريانا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الآية آية رميستر عمد قار كتب مركة للصلي قال للسوق قال ويفاتح أخريان ويتكبير صدان والنبي يقول صلين لها أيام بين ماشي صلي قال لقربي يا آية دي حساب أخرين هيا ورآية دي حساب صلي كون قون ميس ورب لقوش يغي وربي غا كوش يغي وإنبي محمد اللي ملك سبع يقول صليان وخبر يصلي قال لقال لقربي النبي يقول صلي لقو يري معها كاغبنا في الله نيسو فإنه لا تصح صلاة إذا اقتصر عليه فإنه لا تصح أنك عام إذا أما أنك تكون يا سيد ما أصح يسو إذا اقتصر عليه دعاء دكو قابصده قولك أو أخريه آيات الأحزاب كلي أو أخريه محايل محوكتك محيسو أصحين عندنا ركن بوكتكي ركن بوكتكي واجب فرض من فرائض صلاة الجنازة وكتكي عند الحنفين وأصح يسال لماذا الصلاة على النبي كمد ماها من أركاني صلاة الجنازة عندهم ثم يكبر الثالثة مرصد حاضب تكبير سنية ويدعو للميت ميت كود عين وللمسلمين يا مسلمين تكلبوا ود عين يا النول انت موتنبا بما شيء ود عين سنذكر أن شيء دون من أحاديث إن شاء الله تعالى ثم يكبر الرابعة ويدعو مرك أفراد بتكبير سنة يوتي ودن بيزا إلهي بنبري إياه ومن أحسنه دعوينك هو ناقصنا تكبير تأفراد لك يليو انت الله سلاما ناقصنا وحاكم إذا اللهم لا تحرمنا أجره إله أجر كسان نقه وشنين إله صلاة أن كنت كان نبت وقت وقب حيني يرقذي إله أجر نقصيوي نقص ثواب عمل كان ولا تفتننا بعده قداشنا هنفتنين الدين كفتنها نقلين أنا أقول روم بن نجات مسلمين وكدوا التكوين على التوحيد إلى هم مشركين أهل البدع أنا قد ينقذ شيء واغفر لنا وله الله نورف أن نجا إيو أسقابا والمختار سيد الله دورت عند الشافعية والمختار عند الشافعية وحوي أنه يطول الدعاء في الرابعة ركعة تكبير أفراد قذا شيء ذا دعاء يقدر يساس سنة والله أكبر أنت ترى هذا السلام عليك بعد كل حجنين وأنا سيد اللو بدين داركتين بنادم ما دمك جنازة اللي قلت كنا الله أكبر تقدم بيسي بحاسك حقة صلاة وبسارين بقى وأنا خلاف المختار عند الشافعي والمختار سيد الله دورته فضل بدن وحوي أنه ننك مسلقة يطول الدعاء دعاء الديرين يا في الرابعة خلاف ما يعتاده أكثر الناس أنه خلاف أنه كرم مرة أنه وحدتك عادة كدكتين محان أجساوي لحديث ابن أبي أوفى الذي سنذكره إن شاء الله تعالى حديثك يا عبد الله بن أوفى بتصهي إن تكبير أفراد قداش إذا أما كبعد ضدك ميت كله دعين كنا مسلمين طبعا وأما الأدعية المأثورة بعد التكبيرة الثالثة حديثكم وإيمان دونه وكل شيء شيخ بابك كوكين دونه وأما الأدعية المأثورة دعوين كل سوق قوري مأثورة هي المنقولة لقى سوق قوري النبي لقى سوق قوري بعد التكبيرة الثالثة الله أكبر تصدحات قداش إذا إلا أنتيكو بعد فاتحة قليشة تيلا بعدنا صلي قليشة دعوينك وحي لها ين تكبيرتها صدحات قداشة يدي تكبيرتها أفراد قداشة
بي دعوين كلها يد فمنها وحاكم ذا دعوين كجلي أما النبي محل جسوا جوريا الصغن حديث كلا جور عبد الرحمن عوف المالك الأشجعي رضي الله تعالى عنه قال حول صحابك صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة نبي محمد بأميت كنت كذي فحفظت من دعائه دعاء مالك النبي وحن كقيب كقبطون كحفظي فحفظت من دعاء من بعد دعاء بان قبطيبه وهو يقول أسقوله اللهم اغفر له الله وداف الله وضونك ودم بداف وارحمه الله ونحريسه وعافيه بلايده ككري عافيه وأمر من المعافاة وهو التخلص أو هي التخلص من البلاء والأسقام عافي هي معافاة بكالجرة عفو وإن دنبك أن لغو قبنين العفو وإن دنبك لغاتر أن لغو قبنين خلط كاتك شيء أن لغو عقاب ووعفو عنه مركو النبي قل إساسة ليلة أما المعافاة وأما حي وإن بلايا لغا نبت كليه عذر رضا أدونك إيو بلايينك آخرين لغا بدبات شوي التخلص من البلاء أو البلايا والأسقام بالي هذا معافاتك ويكال الدوين قلنا وي عكسيانو المعافات وحوي يدين إنا كنبت قش حق عليه حق آدم بن آدم وحكو الرعضية دال عن إنو سنشرين إلهنا وحبو سنكو قبصنين ومركا معافاتها كحيل دير عفوك وعافيه إله بلايا كنبت قلي وعف عنه له دنبي سعفها وقبنن وأكرم الله وناجي نزله مرتسور كيسا نزل كو وحل غو مرتقا مالك او رسنك كو غراميني اي كو قدرينيا راشينك او كو سي عبتانك يا بادك او كلا قابلا ليدا واكرم الله وناجي او غبي نزله مرتقات كيسا ووسع الله واسع وبلاري مدخله قبر كيسا مدخل يا مدخل بوال ليدا دب ملها قبر قال لا غودا بود لو غدغ هي حواشا لو جيدا واسع الله أوقات دعوة واسعي وجنة البابه الأفر إن عودة دي إن حريص تدي واغسله الله كل قدم بك كذا بالماء بيو والثلج برف يو البرد يحني أنا واد برف دان صمالنا يمل قحر وكل بينك كري برد كمان نقان مركه برد إنه كمان نقان برد كوا وبرف يريروي وقرر حصو داتا برف كمرنا زو وين أيو يمادا مرة أنت قبوا أهان وحي أنت جيها تشهد قبنا وسجد دجا هي ولوحام بنقانية مرة قروح ير يرهان ودي بعراب خلاك بقصو ضادنية وكل الدوين جاي كا قرور حا دجا حير كا تموح آد موتو يا شيء يقولي هالقدر زاد موتو كا سبرت كل هذا وقيب كم إذا برفك لكن وذا ده نقول ما دين برف يزين ده بصارين با برتك ما حنا لقوا فسيج يعني سو ما تقارنا يعني محل إلى ذا مركي روكو سيفي يعني عبو تقادي روبا دان كردعوه بيو هبينك صوت فارلوكو حوسك إيو نغارك يرك يي بيو قوانا إيان رورت مكاتك الله إيسا مركا لغو هردن باكا قيا إيا بيها يرك إي مركا عوسك إيا وح يرك كورك كفو ولي إدلاء هانتا أيال إلا يحنيك هذو بيو بيو وقاي برافك كميدا barnaa wuxuu doortay biyaha qabow ee xareedda ay xaq cirka ka yimid ayaa shay la dhaqo oo ugu dhaqid og shay la nadiifinayo la cadeynayo la baftaynayo biyaha xareedda ugu xog badan saabuun kasta way kicinayaan ma kala goynayaan shayga way baftaynayaan biyaha dhanaan iyo kuwa cusbada iyo kuwa xamatarar ay kaasi kharibayaan ba hata dad korunkor ku karsato way korunkortu bislaan mayso biyaha dhanaan soo garan mayso laakin xareeddu markaa way kala goynaysaa ساس النبي قد دورته برفنا هذا حقيقة كي مادة برفك هو حريض هدي حركو كي مادة ركو بضها قد دروم بس بس بدلام ويه وغسله الله ودم بيا كغرق بالماء بيا عادية والثلج برف واوين والبرد هي برف يروي ونقه الله وكان نظيف وكسر في قريه من الخطايا قفيالك دروب تيسي كما نقيت الثوب الأبيض سيدات الله وكان نظيف ثم رضع من الدنس أسقك وسخة نبي يقول نك وأدعي وأبدله إله أبدل سيء وإن كان أبدل ميت كان أدعى دارا خيرا من داره قرق سيء الدنيا قرق آخر الله كخير بطنك أبدل وأهلا إله أهل سيء يحقاله
خيرا من أهل أهلك خير بدن حاسسي هوان كو قبل كخير بدن الله وسيوي يا أولاد وعد يكتي حر العين يا خدم يا ولدان وزوجا حاس الله وسي خيرا من زوجي حاس كيسك خير بدن وأدخل الجنة أنت ورب وحاس كفو فوسطة إلى وجنة قلي وأعده الله كبد بادي وككوري من عذاب القبر قبر عذاب كيسة ومن عذاب النار نار عذاب كذا قبر عذاب قونوا لي فتنة امتحان بولي هاي الله كبد بادي عذابك النار إنك كبد بادي سحابي وحول حتى تمنيت إلى أن قوم ميي أنش على ذي أن أكون أنا ذلك الميت ميت كنسيدا لو قد دعينا يطول الله ما أنت أدقي يا كاردقان سيديو نعم حبا دعينا دول تاقن دعاء سنة كد عيوان أنتو سحابي وقبتك لي إن بضم بردافتي أنتو نبسيوي أنت أسوحو تمنيي إن ما أنت أسوق أميد أهذا والنبي هو ريال له سيد الدعاء هو هلو هذا ما كان الدنيا كوقي من سنتها يوي دعاء النبي كوقي من سنتها هذا الله يمكن باشا يتعيش هاي إله وضع أن كان كاردين من باطلي إلا حقوقنا وحاتير ربطينا إفك سيتشوكت حتى تمنيت إلى أن شعلا ضيء أبقي أن أكون إلى النوضة أنا أنوغ ذلك الميت ميت كأسك ماشي يالا رواه مسلم إذا دعاء ساكمل الدعوين كسوء أروري لو قد دعينيه ميتك تكبير طلبات عفوا صدحت قداش إذا وتقلين كرتا مدة أفراد قداش إذا قلين كرتا إلا ودعاء النبي كسوء كل بقى ميتك لو قد دعي وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأبي قتادة وأبي إبراهيم الأشعري صدح صحابوي عن أبيه وصحابه هذا ويقول كسوء أبي إبراهيم وتابعيه وأبوه أبو إبراهيم أبيه صحابي ويجهالة الصحابة لا تضر صدح صحابي بحديث أسلو ورني أبي قتادة أبي هريرة إيوه وذات كاس أبو إبراهيم الأشعري أبيه الصحابي عين صلى الله عليه وسلم أنه صلى على جنازة النبي يقول سكتلت كذي جنازة الشيخ الصحابة داس فقال نبي علمك ودعيني اللهم اغفر لحينا وميتنا الله وداف كايغا نول يا كدنتي موتنبا وصغيرنا كان غير الله وداف وميجر مدم داف وبان يها احدا وبانين دم داف متشرو الى زوينو على ملها صغير ك ان ولي قان قال لكن وحكى لقرنيا قلم التكليف باقصعوني في التوحيد في التوحيد والكفر سيدا الراجحه الواجبات العقليه ولا قربه واجبات السمعيه بلا قرب حتى يبلغ الى وقان قار صغير كبير بمرك قفيال بان نغد الهي عفيس ولا باهناي نبي محمد عليه الصلاه والسلام اسوق الدم بجيل ما تاخر وما تقدم اي والله مغفر لي لها احد كم مر من الهي الدم بدافك سي عفيك سي نحريس تمجرو يا وكبيرنا كان وين انتبه وذكرنا لبك يغا وانثانا ددق يغا ددق يا لبك يا كوين يا كير كنول كموطن انتبه الله وغداف وشاهدنا كان جوغي مانتا غوب جوغي جنازه يا وغائبنا كان مقام بالله وغداف اللهم من احييته منا الله وروح نولا يسير نفط اديسو وانا مسلمتا نغترسن فاحيي على الاسلام انتو نول يا اسلام الله وكن نولي ومن توفيته منا انك افسدت قاتنا فتوفه على الايمان ايمان الله كوفسو كقاد نفتيسا اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده اله اجرك انك قدين يا ثوابك ان كان سلاديسي شفاعه عيسى ولا تفتنا بعده قداشنا نفتنين رواه الترمذي من روايه ابي هريره والاشعري حديث الترمذي وريا سو كورني من حديث ابي هريره والاشعري كورني نكاسي صحابي جاء وروى أبو داود وقال حسن حديث كورية من رواية أبي هريرة أبي قتادة أبو داود نوح اسكو قبطة أبو قتادة أبي هريرة اسكو قبطة قال حاكم حول حديث أبي هريرة صحيح على شرط البخاري ومسلم حديث أبي هريرة وسغنية هاي ولبع على قاعدة البخاري ومسلم بكو سغنية هاي بور مرمبانا لقليي وركا أوشي لك حديثك وسغنية أصول قال الترمذي أصول وحولي قال البخاري أبو عبد الله محمد سعيد وحولي أصح الروايات هذا الحديث حديث كان أبو إبراهيم بوجهدا حديث أبو إبراهيم بوجهدا رواية كسمتك أصحيح سن وحاول رواية الأشهلي بأصحيح سن أما أحاديث بابك كتمت دعوين كنا محمد كسر نابو بخاري دو قد بي مرة وحكاها لها هل حديث قديه سر رواية كإسخلافي مرك اللو قد بي دعوين كنا بقى كي يمد أصح الرواية وأصح شيء في هذا الباب حديثك أوفيو بابك الدعاء ميتك لو دعينا
وحديث عوف بن مالك الأشعري بن البخاري دعاء رضو مرتين وي دعاء دير صحابي وديجر وحان تمنيي ان نبي انو هر الله ايو جيدا وحاس ويدين له روايه هذا ان هرت الله نبي وحول الله ونك نوليس اسلام كنوله ومسلمين تكمدا نك اوفسنيس مسلمين تكمدا الله ايمان كو اوفسو اسلام كبا له هر مريي مرك انه افك جوغنو مركان آخر مضننا وحال 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 الشيء إيمان وحال الأوجي إيمان كي إسلامكو إنه إيمان كقيمة بدن ياي شيء قيمةها بدنا محد دب الأوجي أو كي لقى وناكسنا لو سهر مر شيء إلا والله كلا قاضي علوم وحيدة هذين وور هذا قيمة بدن لكن وحاول جابت ويعدى سدها هتوصلنا بقولي لهين سكلا يبغى نقول لهين محايل انت نوش هاي الاسلام اسلك سوا محاي والاسلام لله سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا اسلام هو هوغانسن يسديبت يا ربي الله خضوع لو دلوب لو هوغانسن امر كيسا انت نوش هاي مركه وحاد وبانت هاي ان الشريعه هوغانسنتو او كينده سبحان او قادته او هدي لو فوري هدي لو دعيبا اد دغلكي لوقنت ديبته او شرعو ميشو مراد إيمانك سيسود دبها بليس للدنيا ماشي شرع كفر سياد فريسته أنت أضنوشي وحلوب باهي وهو قانسا امتثال الأوامر واجتناب النواهي نبقى ويدين شيء مركة الله أنت كانك النول إسلام كن نوليه وامحي إن الدين كربك وهو قانسمان وإسديبان وكوكال صونادان وأساق الثلاث صارتان الله كن نوليه حلق الله نفبحي محنوب باهي بدنا مكان نفبح يسوع جانسن متشري يقين بالربا اعتقاد باطن وعلوس اللي هو جانسو صورنا ما روكا وطالا نفتي بابا كادر يسمع مع ربطه الايمان يقين ضبعه هي صدق ضبعه هي تصديق ضبعه وقلب جلال دقل وبهانتا هاولي هاد كسر شقين يسي هو جانسن كي يسدي بد الرب يقول لك الدينين إنه كل حل سيال ربا مركض نف بحيسه إيمان حق بدون يقينا مين يسفان ولا دو صلاص النبي وكل بدلي إلهي سبحانه وتعالى دعاء النبي المسلمين طول ما الله وأقبله كون أنها الله نقدره وعن أبي رضي الله تعالى عنه قال نبي حجر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عفوا أبو حجر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء أورعت إذا صليتم على الميت هذا روح أنت كنت لتكاني سنة وإرجين سنة فأخلص أبر احترا أساف قرية له ميتك الدعاء دانها كالإنتاء ديسان إرقاد ماشا أتمادين ولا الكين بعد ما أنت إرجين سنة أساقاد أسو بقوشين دعاء خالص أو ربا وضاعة أدعيه لأن هذا هولك لكم مشقوشو مراد كورن بطكو عيارتين مقصودك ماشي محلو يمد ميتك ما أنت نقتقين له أدعيه دعاء ربا وضاع عدنما أدعيه فأخلصوا وخالص يالا وبرح ترى أسافي قرية له للميت الدعاء رواه أبو داود حديثكم حجوية هاي مذهب الشافعي وموافقه أي الدعاء للميت هي وركن من أركان صلاة الجنازة هاي الأمر صريح يا الله أمر كن محفة إذا وجوب وحصارفنا متشرو أبو حنيفة ماشي أخوك عن قال مرك وعنه عن ابي رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الجنازة جنازة اللي قلت كذا دعاء ذي وحوى ابو النبي كوري إنه النبي يقول ما يقول دعاين هي مسلم ورد انت اللهم انت ربها إلا هو أضاء ربك إذا الله أضاء مامولة أضاء بقر كذا أضاء ديف فيه ديبيا ديف بعضاء هي أنت ربها أي مالك وسيدها وأنت خلقت نفطا أضاء أبو ري وأنت هديتها للإسلام إسلام قال الله أضاء كهنوني وتصي أوي يا ري وافتشينا الهداية هنا وهداية التوفيق هداية التوفيق وي الله بدي معنا وي وذا جلس وذا دايري الله وذا حق وعدي كدي من وافتشي يا لوش ذا بيدهن وذا دنا وأنت قبضت روحها نفطان الروح ذا الله أذا سيبي وقاضي منافق بن غنكرة مؤمن خالص ونغنك روحا كنت كان انه نبي واسكبر يالي
وأنت أعلم بسرها وعلانيتها وأنت أعلم الله هذا أعقال بدن ونقوك بسرها وحا أقرص النفطة وعلانيتها وحي موجستها بنانك وحي كيستها يا وحي أور كقر ستبا الله وذا وقال بدن لكن لو ما دام ظاهر إسلام مجزنا وكنت كمان ود عيننا ما حنقول نمد جئنا وانب شفعاء له الله وذا كسور استغني أنا واسقوا إرجيننا ميت كان إرجيننا فاغفر له الله ودم بداف رواه أبو داود عيون كان تيل حفظ ذاتك مسلمين الله ود عيون أبو داود بحديثك ووريا وسكت عليه وأنا كأمصي مركا إنه حسن يهي أكتيسا موقنيس كذلك حسن والحافظ حجر في تخريج أحاديث الأذكار سيدوك الأحمد شاكر رأسنا وصحيح لحديثك في تحقيق المسند مركا سيدوهم بينك قتقينا هذا دوح كشك حديثك واجرا لكن سيد الراجع حديث حسن وعن وأثيلة من الأصغر رضي الله تعالى عنه قال صلى بنا رسول الله صلى بنا رسول الله رسول كلايب أن تجيي على رجل من المسلمين مسلمين تنين كم يدور دنتي بالنبي يقول نقول تجيهم قلت كنا صلاة الجنازة فسمعته يقول نبي يقول أنا مقلة ونينك أقول عيني ميت كدنتي اللهم إن فلان ابن فلان إله يوهب الكئين هبلها في ذمتك ما قنت هذا كجرا في ذمتك مسؤولية هذا كجرا هذا اللور يجوي الله هذا هبل اللور يجي وركي الصومالي ده يجدي يجدين ما كي تلقين تأخرنا يوم حتى كباب بينا إياه أبيه اللهم هو به هو يدي بقى اللهم إني حالي سينبتها الله إلهي وهب عبد الله كي حسن كي جيدي كي جامعي إن حليمها إن سينبها إن حالئها إن فاضمة يجدان خطأ مسلمين تهدي النوليين يهدي موتين من نصب قد الله مدره يأكل لغضيك التهن وإسلام التهن سيد عبد الرماه أبيه لما هو يدي بالله با حكيت كنت إلا واحد ربا أوجد جواد جوجل شيء ذي يعورد ذي جوجل ناف بعض كقر إساسي ضطبان حاجة وامين تجون يمت تبان بالله إذا هذا القطوس قال إذا مباشر ك تجون على إذا مثل كدل قاف كان تب وتبان يها إذا سمر كسي تبان بعض جواد لا ويل كذا شيء يميت كمشي يلا أتهم إيسا إذا بدرنا وعي لما بانو الله كلا صوعان هاي جامعي إن جديها وإن ميجاها بالله به يوجب ضوء ترنس حالي سين ماشي مطال ورقة جوج اللهم إن فلان ابن فلان إله هبلك إن هبلها في ذمتك وحي صحابة أقوين وأسطرات قبل نبع الله هذا نينك مالك هذا انتي مقعيس صحابة ويقان أبين ويقان لكن مهم ما هنا شيخه لكن وحامهما كليه هبل وين هبل والنبي قد دعي ما قعينا ابتركي سنه وصحي صبره في ذمتك مسؤوليه ذو كجر هذا لو رغوي وحبل جوارك ما انت هذا كجر حبل الجوار وا محي حبل هو حرقه جوارك نو ما كان وحا تقانين حبل الجوار عند العرب حلودن سر واغور اد نمن اسلايا او اسدعا او بلايه اهايه مركض وبهات انك سافرت نيروبي او كلمه مثلا والأصفر تجاري سوكله قبيل والباء إلا قبائل بيود جناين قبيل الباء أرلق وقتلية ودجينها مركها تكتو يتجشوا وضيق أوجس قواد أتجو حدي هبلو هنتدا سان واتا صعد نوا صفر بناي جاري بان أصعدا أنت أم كتشر أجا دنك دقدان يتكحو كحو دقتان ما جنب بني ديا موريان تضح ربها كوجا شو حدي وحن حيا درن أمان إسوسي وضيق هبل على قمر دوانكر وأتصعوني مركا إياك خدم ماتو أذكوك كلا جشنا وحدي هايه وضيق بعد دوت وعلى إزاز أنا هاي فرين بعد دري قبيل بقبيل بكودي هاوشا مركا حرير كا حرق ديرت بالوضع كقبيل كقبيل كادوسي يوحلي حبل الجوار بلي هذا حرق مغنتا لورنشري عرفك عند العرب تشري أي نبي ربائن وإذن فانسيو إله هبل مسؤولية دو كتشرا مغان تادون كتشراوي حبل الجوار ساسا لغا ودا الجوار هنا والامان وين زباني حرقنا وا تقانان محو نبي قو جيدا سو غبا غبا هبل الله ما انت ادو كمدن هاي وي وحو سنك تاغو اسوالبا هدا ادو كهور يا الله ادو كمدن هاي عيد كلا وحو قبان كرتا ما جيرو تول كسوتك اهلي هاوين كسوتك وا كليغي
فقيه الله وكيل لي فتنة القبر قبر امتحانك سخطرتها من ربك ومن دينك ومن نبيك سؤالي خطرتها إلى وكبت بادي وكتوسي جوابت صحن وعذاب النار نارت عذاب كذا الله وكبت بادي وكيل لي وأنت الله وضوحاته أهل الوفاء والحمد أهل الوفاء أهل الإكرام وي بلن أوقالي أحد أوفية أضع أمهم أضع قيمة بدن إلهي بلن كيسك مبحو لا يخلف الميعاد وما ربك بذلام للعبيد إلى أضوميس مظلمي بلن أوقالنا كمبحو وأنت أهل الوفاء إلهي وحو بلن قال أهل التوحيد كنون نحرست أوبت بادي وقولك التوصن وكتوسي يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأنت أهل الوفاء بلن أحد أوفي وحو بلن قال الله وضع أهل أوه وكرام بدن أديق بدن يو الحمد مهد اللهم فاغفر له وارحمه الله ونحريسه ودم بداف إنك أنت الغفور الرحيم دم بداف دافت بدن أطاي عفوا نحريس بدن أطاي رابو داود بعد ذلك سنوريه وعن عبد الله بن أبي أوفى حديثك وكوصو بلقاذي نووي أكوري لحديث ابن أبي أوفى الذي سنذكره إن شاء الله تعالى بهذا الجوكتا وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنهما أصيق أبي بلا بس حبيبي هاي أنه صحابي قاس كبر على جنازة أنه كبر على جنازة ابنة له قبر أصيق أقول الله لما تي جنازة دي بكت كذي عبد الله بن أبي أوفى معه كنت تكبير صدو كنت كذي أربع تكبيرات أفر قور صلاة دي أتقانين كنت كذي فقام بعد الرابعة تكبيرة أفراد قداش يدو استاغي ريهر قيسة فقام بعد الرابعة هذا قربة دي كشة قيد وذات ريهر قيسة أنا وكتاب أخرين هيا نيل وطرنا ينفلها هيا فاطمة حديثة إليه ده نصوم مرة مركة سبحانه النبي محمد قبل دي يسيبه السيدة كويري وذات شو انت عاشق أخرين ورنو وقت كيسان نفتي بها هيسة إنو هلنا وكحشوا مركا برناك وبحيب ونبسي شيخ مانت واضح لنطي ايه وحان الله بلايا كدكت مانت محاجرة نبقى إن انتي سيبات حاس كيس كدكت يقول نمانو صاحبنا يوجد هذا رئيس ليوي مركا ذاتك ويكال الله جود وين مركا ريو وقوية ديك قبر ديسي كل هذا وين حكو هذا حاس كيسي أرد ديسي أفديسي أردي أفهم كالتغانا مروديسي أي كوضان حي ربان قبر إني هذان إنن بيكار ربان واتا إنن إيه قبر نواسكو خايمت حاسك هذا قبر إذا لي هذان وكل كلين يهولك لو وهي صح معا سمو فانتي طيب فقام بعد الرابعة رقعت تكبيرة أفراد قراش يذيب استاقي سحابي عبد الله أها كقدر ما بين التكبيرتين لابد تكبيره انت قلت حيث إلا أكبو تاقنا تكبير تكوبات إفاتح الآخرين جري يتيل لابد يصلق الآخرين جري انتو تاقنا إلا أكبو تاقنا تكبير تأفراد قراشي محو صمين يا صحابي يستغفر الله قواني بولا دمدافة ربو ويديني ويدعو ونقبر يا إلهي ثم قال وحور صحابي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هكذا نبي محمد باسداء يلي جري تكبيرة أفراد قلاشة هذا سلام دق دق النبي مسلم سنجرين وميتك أدعى انجري إن نبر أيو تانين انجري وميتك أدعى انجري دعاء مركو لما يستون السلام أنك سنجري باشين إذا سارا يا الله أكبر السلام عليكم النبي ما أقول سداس وصحابي يقول رواية حديثك أولى وحاكو تميت فمكثت تابعي قولنا حديثك أولى إبراهيم المسلم الهجر إلا إلاذ يا وحولي يا إيوان صلاة أن لتك ذي وذاتك قبل يسكت كني أما إنت سكت كني فمكث بعد الرابعة شيئا فسمعت القوم يسبحون به من نواحي الصفوف وعور مركو صحابي انتو الله أكبر يري ودعسي وذي ضدك كده بتكني يا الله يا بي وحيوقا إنه سهوي سبحان الله يقول بالله بي سبحان الله سبحان الله عقل سبحان الله سبحان الله بمعنى صلاة دماسي سلام نقصي ليه دعاء كدن بيسا تكبيرة أفراد أي قنصة
وفي رواية واحد يقول لي وحاكو يمد كبر أربعا أفر قرب تكبير صدي فمكث ساعة إن نبر هذا نتاقنا تكبير أفراد كذب حتى ظننت إلى أن ملايب لأنه سيكبر خمسا إنه تكبير شنات كيري دونه شن تكبرون وقلوا فانتون ثم سلم عن يميني وعن شمالي بذي حبيدك بو سلام النقصدي فلما انصرف مكو صلاة دمي قلنا له حان كورنيري ما هذا هوش المحيطة أنه حان قاني تكبيرت أفراد إن السلام النقص كحيقي واتكو سيدي فقال إني لا أزيدكم أنو كما كردنين على ما رأيت وحان أركي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع سوى الصميني قاب كان أتو كذي وقاب نحن أتو كان جريبور تكبيرت أفراد قلاش إذا نبقى استاقي جري أو محوري هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم سيداسو نبقى يالي راه الحاكم وقال حديث صحيح سيداسو شيقي رواية ما جاء نكون مرّي كان يكبر أربعا نعم حال أفر بو تكبير سنجري ثم يمكث ساعة فيقول ما شاء الله أن يقول ثم يسلم بيأي أفر تكبيرات بو نبقى كتكبير سنجري تأفراد قراش دانا وإستاق جري إلهي بو بري جري دعين جري انت رب قدر كذب وسلام نقص جري حديث كان مركوا حاكم وصحيح يا لا وصحيح يا لا حاكم حاكم كلي موري مرك إمامك وتريه ما جاء وتريه حديث صورة كتير حاكم لا ما أذو نو مرك هوشاني وكوس بحضي رحمة الله تعالى عليه حديث ابن ماجه باورية حاكم نواورية سند كيس وداد لي إبراهيم ابن مسلم الهجر وتابع كجرة وضعف كجرة باب الإسراع بالجنازة عبابي هاي جنازة إلا لدك دقو مركا إنو كنتو كنو مكا إنو دقنو أو إن كفنو أو إن كنتو كنو إن قبرك حباش الله لا دخص دميتك أيو عبابي وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم قال إسرعوا بالجنازة جنازة لدك دقو يا الله ضاهنن فإن تكو صالحة هدي مد وناكسنت النفطان أو ودان أي وناكسنت أي فخير تقدمونها إليه خير بظهر مرنيسان خير بدو دجنيساني قد كيدي آخر جاي خير بظهر رأي وهدي وناكسنت وإن تكو هدي نفط طاي الروح سوى ذلك مد كاوحان كأهين بيتو مو وناكسنوي وأفقباتي هدي حنت هيبا لقوضا فشر تضعونه عن رقابكم شر باد دكتين يا دقل كنا كرديسان شر الحمبار صنايدين باد سكدكتين فشر باد تضعونه كرديسان عن رقابكم لقنتين يا دقل متفق عليه وفي رواية لمسلم رواية مسلم حكوي ميت فخير تقدمونها عليه إليه ما شاء ينبع عليه لقوب الدلي خير بظهر مرنا إنسان أما أدو جين إنسان أدو كل من إنسان عيدك الله مسلم مهم أكو تشرب تكو بدواء معي وصريح ميتكو هدي لما يهوشيسي هل الله نخصده قبل قدربها لقيه يان الله داهينين سيداوي سنده دك دك لقاه الله هيا وادد جنتي معتاد كي نقن كهي دي هل الله أرض معها هل يرفع علي معها إلا اللو ضوء عقار لك اللي قدشي دي سيدي قالوا دي يلانا ممنوع إلا فردق ليه نعلي دي دانا ممنوع سعود رح دحاضة يا الله وضايا لا بد أن نقوم بوالله إسكيان لي تاوي عاد هاي إلا ذا النبي واشاك هذا وانا أكسدتنا خير بدود دي جريسان هذا يحن تاينا إذن كان شر إسكار لغا هاي أيضا وحي كسبته وتقيساي مثلا ذاك لكو جد منك محاوي وحديثه كو عادي ذاتك أهل الشرك أهل الفسق أهل البدع بدعة يحماها ذاتك لغو يقان إلا قفق هذا إف إي آخر بقى meedki xumaan nabiga hadu leeyay dadajiyo durba iska dhiga ki xumaa ee noola ka war in Allah saaxibto oo shaqo ka dhigato oo ag fadhido oo ku badato lama ogol shar weey ka fagow dagtadana hasaarin waday ee saaxibna la noqon ka fagow wa ana bi sa'id khudri radiyallahu ta'ala anhu qaal kaan nabiy sallallahu alayhi wasallam yaqul nabiy xuran jiray idaa wudicat al janazatu جنازه هذه لا دغو نعش كلا صاروا نعش كلا صاروا فاحتملها الرجال والرجع يكو قادان على عناقهم دكتور لقمهود يكو قادان يتنكودا فان كان صالحه دي وناغسنيد قال ايدو خيرنيسا قدموني ددجيه هرمريا ايدا هلبا انغا مقلين مويه وان كان غير صالحه هديس وناغسنينا قالت لاهلها ددك ودخي كو ورنيسا
يا ويلها هوكتي أين تذهبون بحقد وطار هوكتي حقد وطار يا ويلها ويسكدوا التفات باكتشرة ويلك يهوكي بيسكدوا إيسا نبي حوري يسمع صوتها روق يذا وحامق لها كل شيء شيء كست إلى الإنسان هذا موي رواية إلى الثقلين جن إنس أمبان مقلينين وحو البون ولا مقلها ولو سمع الإنسان آدمه هذا الكذا يروق ذي عباد كي عطوا كذا ضمغ لها أنا لا صعق وصوح لها ما أنك مسكح لها بكت قليل روح وألان وقلون نقول لها رواه البخاري باب تعجيل قضاء الدين على الميت والمبادرة إلى تجهيزه إلا أن يموت فجأة فيترك حتى يتيقن موته وحب بابي تعجيل قضاء الدين دين تجديد دي إذا ميت قالوا له عن الميت إن الدجيه ودين تدرب الله قبل حشوه إن واجب تاي هذه اللي أوده يو المبادرة إن لو دق دقوا إلى تجهيزه ديارنتيس إن الدياري يدرب الله حباله إلا أن يموت إن ودنتم من فجأة سكذا سكذا هذو موت غفلة كل أنتو ولا كرن ولا يركادن فيترك ولا جت حتى يتيقن إلى الله بصده موت جريديس حتى سكوا لقوب هذه اللوايا ولا سوق يا بعد حلم هذا إلى إسكب الدلة يشركيس وحكل اللوايا نختار في عن ما هي إنه أقوان ما تشرتو تدعم ولي وحكد ما نعد عضايا إن دمريك لنا وحب فهمينين وحن وحكو قرن الروح إنه دنت إلى الله جه يلوى عضاته لما حبالي كرو ضدك السنت أقول دنتو كلي أما سنت أما مسكو قنينو كلي ساعات سوف سنذا 98 كنا يد بنوم علينا يمسن 97 كمال هاس طب مال هن لما نجي بحياة قرن ما هي بنين سوماليات با مص أنتم قلين مصيع يدي وانسوق رسبلا هي هذا كشيخ يوسف هاي تريتشر ريدر دمنجر ويقشيكي الله يرحمه أي مسبقا نين أروب مصيري ودعي إنه نف بحيبا لو لو إلا مودي ولا رقي ولا كفني ولا قلت كذي نعش كبا لقفر ذي حباشي بالجي ولا بطيقا أسون ولي عريض لقد دلدالين ayuu godkii yara soo jabsay ilkiiba soo jabsay lugtiiba ka soo taagay hal mar umbu soo aan fariiray shoo nafti baa ku soo noqotay ciidigii naqaskii markuu ku dhagay umbu isla soo booday uu asoo nool baa indhaha saaray oo shaqo isugu yidhi marka way dhici kartaa waa dadka waliba suuxu aan sunto kale aad baa looga fiirsadaa dad nool baa xawaali doontaan hadii aan ka fiirsan xabal loo libad keenaysa khatar weeyo shaayada وعن ابي رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن روح المؤمن كان نفسه محا دين تدخس الله قد بحنيا ويواجب اطهي لباكي ما ايماني روح المسلم كان دينتي هدان دين تدربال اي دخس الله قد بحنين عليس بالله كل مياه نفس المؤمن روح المؤمن كان نفسه معلقة ويحنبنتي ويلا الله تنتي ويلا ذنيا بديني بسبب دينه بان الله حنبيا حتى يقضى عنه الى اللقاء قده رواه الترمذي وقال حديث حسن وحديث سوغان روح مسلم كأردن تأسوه الدين لولي هاي أحاديث وحي عديين نفتيس إن قبرك إيسن كبحين نفتيس قبرك لا دافن ماي إلا نفتو حلوسي قضاء إلى الرحمن سماء الدنيا إلى عرش الرحمن بلقية أحاديث لو حي عديين حتى هدو أهل الجنة هاي الباب كالجنة إن لقفرين إلى دين تالا بحيو معلقة مرهونة رواية عضيسي محبوسة رواية لبادوي روح المسلم كأيو وناكسنا اي دينتي اسو الدين اللي قولي هاي دينتي النفتيس ويحنبنت هاي تشال بي كتير تا واحدان تا الى دينتا لغبعي وهو الخطر امرك ايضا راهو الترمذي وقال حديث حسن روح المسلم كحديث كلاك على قادر روح المسلم كأي دين بدن توقع اما دين حقوق الناس قبي لما مدوي مركو دينتا قاداي ان يدي سيد حق الناس كاتك بحسد دينتا اد كدنا غدتيد مركو اوسو هوريس ربي كو سخنا اد بحسد مد كان نوع عاس ان يدا وناغسن قبي ان الهي سبحانه وتعالى او كالمين دون او دينتا ادونكا لغا بخين دون اما خا لغا بخين ربي رسول انه شيغ
ama asagoo nooloo dhibanin buu iska bixin, ama maalinkay tiisoo timaadaa muslimiin u danqanaya diinta waa laga bixinaya. Waa ruuxii niyo wanaagsan diinta ku qaaday marka hore, laakiin laba gooraba ama niyosan ku qaad deynta ama niyo xun ku qaade, laba gooraba haddaad naf baxdo adoo deyn lagugu leeyahay naftada way xidhan tahay, lama gudbinayo ilaa deynta la bixiyo. Taa ogaada, waa laba kala baab. Haddaad niyo wanaagsan ku qaaday waa lagu kaalmay imaa fi dunya aw fi laakhira, waa mas'alo oo ilaahay wuxuu ku ajijinayaa ruux kaa baxsha haddaad dhimato, ama adaaba rabbi kuu sakhir intaad noolin aad iska bixiso, waa war la garto, waa marka niyosame ku qaado. Laakiin adoo niyosame ku qaaday xataa haddaad naf baxa deyntina weli aan iska bixinin, inta lagaa bixinayo naftadu rabbi loo gudun maayo xabaasha ka bixi mayso, ama samaa dunyaa dhaafi mayso calaa riwaayatin ukhra. Waa hawl khatara. Deymaha iska ilaaliya, xuquuqu naas iska ilaaliya, beryahan dambe waxaa badatay xaqu naas intii la qaado in la dhunsadaba, la inkiraba, la wareejiyo. War xaqayga isii sanadka dambe aan xisaabtamo oon xisaabtada maxay ga galay? Xisaabtu weli maana xidhin, oo maalinkaad iga qaadanaysa xisaabtu maana xidhin, maxay u dhihi weyday abdiradiis? Maalinkuu qaadanaya walaalo deymi uu ku hayay ee axaadiista uu akhrinaya aayaadka qur-aanka, aan xisaabtoo miyuu odhanay? Waa khalad. Xaqu naas iska ogaada, wixii niyo waxa aadamaha kala barta adduunka aad ku badbaadaan qabrigaa laidinku xanibayaa, oo xabsi kamiiti baad ku gelaysaan, iyo bangaani oo mid aakhara halis wey hawshaa ka fiirsada. Indhaha kala qaada, Soomaalini dhacday. وعن حسين بن وحوح رضي الله تعالى عنه أن أبا طلحة بن براء بن عازب، طلحة بن براء بن عازب إنه خلطة أم لينية نسخة إن دليل الفالحين كمتن قصارا يكتب تكالك كما ألق براء بن عازب خطأ قال ماهر إنه يهان أم لينية صحابي هو صحابي كلا طلحة بن براء ابن عميرة ابن برا ليدا ابن وبر عفوا طلحة بن براء ابن عميرة بن وبرة حليف بني عمرو بن عوف الأنصاري وسحابي كلي معها ويقول لي براء بن عازب معها مش أنا طلحة براء بن عازب بأيديق أنا إيدي عازب نكا أقول لك يا خلط يو قلي سكيلة لي براء بن عازب وابن حارث بن عدي وألا بوا ذا دون سكبابا اسمنا دلين قرابه وصنا معها مين اسفاني إنما يقرن تاي أن طلحة من براه بس مجرى هاي وا يوحي أنا إلى مدن باخل ضمي وخلضوا قلي وذات كان فلي نو ما نو ما أن طلحة من براء بن عميرة بن وبرة الأنساري سحابي قاس مرض واب كوضي فأتاه النبي قاوتك يعود سقو بوقاني فقال وحي النبي إني لأرى وحانو أركا طلحة صحابك طلحة عفو إني لا أرى وما أركا وما أركا من فيلي إلا قد حدث فيه الموت إنه النفب حيموي إلا بالله أبي أو نفت اللي قاسي بي يمي وحكا لنبك وما أركا فآذنوني إسوء قيسي به أسكا هذا النفب حو إسوء الدقاء إسوء الشيقة وعجلوا به ددتشي مركز إسوء الشيقتان لكتو كذنا دربح بالا محاجة النبي الله فإنه لا ينبغي ما هبونه لجيفة مسلم روح مسلم ميتك الجيفة ميتك ملكو إسبدالي أرال إلى هذا لكن وباعتبار ما يقول إليه باعتبار ما يقول إليه هذه الروح اللي باهيه وميش اللي دايه أولا ددتشني محادعي إنه إسبدالو روح سنجيدي سيه إسبدالو عرفتي سيسبدالشو ما بنا روح مسلم ميتك أن تحبس إن لغو حنيبه أو لغو أهيه بين ظهراني أهلي ريرك دحيسي أهلك دحيسي رواه أبو داود وسكت علي أبو داود بحديثك وريه وأنا كأمسي بل احتج به في باب مستقل باب كنت أبو داود وأويل التعجيل بالجنازة حديث كان بس ونكوك أنا طبعا لو حاول حديثك كثير واك حجوك يا هاي سندك حديثك هيثم يبا يدوى حسن مالك أنا وحول حديثك وحسن سندك من أصغاب حسن طرق بدن بو حديث كولا يا هاي طرق بدن بو حديث صحابي كان انت دروض اوغلين صحابي كان قصه له خطر صحابي كان طلح من براء نين يربوها نين يرو دلين يرا اسو نبي كو يمد
مركز النبي محمد يقول تمد حان كوجود بينان إسلامه إسلام كان كوجود راع مركز التوحيد شهادة كذب وحور البيعة إلى قال النبي الله بايعني على الإسلام إسلام كان يقول بلن النبي كنت صالح بوحيد ولبا أنت وحيدر بالنبي الله مرني بأمرك فإني لا أعصيك بول نبي الله واحد دونت إفر بولكم عاسني نبي قاصلي وحن أمر مع عاسني زماها سيف تنقاد أرض أبها سود البول سيف تنقاد أبها براء ابن عميرة ابن وبرة سود ال وأنا لن يرى سيف تبقاتي وأنقاقي مرك النبي إنه هوش فيل هاي يلو كاله صنق هوش أن كود رميات فيل إذا ها سوكم هذا النبي الله وان إسلام الدين كان صوق عليه واحد أنت إفر مرنك عاصن ما هي ها ماذا حن صوق عليه هابو صوف رسول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس صدرين بقطيعة الأرحام رحمك يا قرابة إن لجو يلا يمس صدرينه إن لحريريا لا يصدره وإن كنت جايبين هي فريسو وفريستي دين تبو شرحي نبي قوا كتبي وحير كدب بو حنوس السحابي طلح من براء نيرنا واها حنون كان هذا الشيء وابو داود صوقا في الصديم حي ابو داود عنايته عودنا يا فقياتك حديث دير ويحديثك انت فقي ايد بو صو صو دورت ابو داود صقر دير اي وريان علماء كلا وريان وطبعا كمدي هاي يبيها قبا مركو حنون صيب النبي قو اتقو بوقضي وهذا لقى الشيكي سحابي قادو حنون صن الجيريان اي كم وقت النبي قو اركي وحلها بين نماء نبي وحون نقضي وحو يري وحل اضاقي هدي تيسة كت ما دو ايسو الشيكا ان امادو ان كت كدو ان كقيب قلن ادعي حل دنبها بين نماء نس دنباء ايو سحابي قو تيقبتي توحيدك الله قبتي وأشهاتي أنتو صن إيمانين أيها وحالة دم عيب بلانت النبي إن لفليه وكن النبي يقول إيسو الشيء هذا تيسو سود واتي النبي قال لودك ما يقول والله الله ما رقع كرتان وردتك النبي محمد عليه الصلاة والسلام إنه أي ما دو صوب غدو كتو كدو دتك وير هذه يار طلح من براهم حوضا ليه ذا هاي النبي قال نلاب بالله ماي إن رادي نون كوكو قيل نووي يوم برمان ما يرو مدقا قيسا واحل الدنب ومقد المدينة نبي عليه الصلاة والسلام أنا قدرت إن دبكو قارعا ومر بول وكتيدو يقدر يرتو وواجو بريو ودي حواشان مر كان نبي وشيء يقول السلام هن إيسو دعي لكن حل قال هبي إن ماذا يقول عركا ما يلا هنا نبي صوك عيسى محاجر الليل يهود بان نبي وقب بقي بوله إنه مصيران وقب بقي حلق يا أبيسان وقب بقي إن أني السبب كي لبكو قارو صوبانو عليه سأمي أقلي بوله سيدي وهبي نما لغو حبالي ويقوم مكو بريو نبي قلت تويدي نيك طلحاك ورم نبي لحاو نف بحيو وان حبالي ومحاطة ويشين صوبالن ما إنو نسكو أقين إنا ديسو دكتانا حيدا نبي الله واساس لكن أسيقي بان كدقاقويني وديدي ومعوديدي سيدا سيدا سويدي نبي وكحن صدي نضل يرى وقبة ونبي قدن قنية نيجي مسؤول كي حل مسلمين تؤها هي رجل عام أسرع أمن جيسية نولش يسال الدنيا ولا تحجليا دنا هذا خاص كان دب الله دكتا قبل نبدا أنصار بالوية قنية صحابة أصحاب النبي محمد إذنكم يدل بحور رواتيس إنه قن صدو وهذا كان قلف قصي يا دي فانتي رجع نقول قال الحور أيوة فهم هيا أما هفور صدين أما ما ضحك ربك هذه أنت وقفت عن كي سحابك مك وصدى النبي وقاعدي وأرورت النبي وكان الله سحابه كحيست قبر جيب وتجي صلاة الجنازة وكدل تكذب ودعي أريد النبي ما نكير حاكم دها اللهم ألق طلحة تضحك إليه ويضحك إليك إله طلحة بن براء الله لك ولن أذو أقص لا يسون أقص لا يو وانين فضائش سكمة هاي صادرت من أبي الدنيا حقوق يعني في كتاب الأولياء طرح من براء من أولياء الله الصالحين
nin yar buuna ah oo waliba qaan gaadhay wadaadaa sheegay laakiin nin labaatan iyo dhowr jiruu ahaa laakiin weli aan guursanin dhallinyaro mulay ah ninka aabihi inuu dilo damcay wey u dilay amar nabi maxamed nabigu ka qabtay xilliga aadama rasuulka ugu baahi badan yihiin nabiga ninka nabigu u danqaday wey ay maya xilligan lasoo kicin maayo adu maxaad dihi lahayd iigu yeedha ma ahe soo duuliya yani baashu waa loo kaa dhashaa gobonnimo way abtirsataa gunnimana waaba la yaqaanaa miyaanu isfahanay indhaas baan u kala qaaday xadiidkaani wadaadaa daciifiyey abu daawud waa idiin sheegay inuu isagu xujaystay haytham inuu yidhi waa xasan dariiqan hadda uu ku yimida saxaabiga xusayn ibnu waxwax saddex dariiqoo kale shaahid kale uu leeyahay min xadiidi Talxa ibn Baraa dariiqa koowaad wuxuu ku yimaadaa min طريق عروة بن رويم عن أبي مسكين عن طلحة بن براء وكوي مادة وعقل كوي مادة طريق صدحات وأسقنا عند أبي الدنيا كوي مد إي ابن سكن طريق صدحات باجر أسقنا كوي مادة عند أبي نعيم وابن أبي الدنيا أيقنا كوي مادة مركز صدح طريق وحديث كلاء ومن حديث طلحة بن براء قد يساء iyo shaahidkan hore ee xadiidka Xuseyn ibn Waxwax imka la isku daro inuu xadiidku xasan yahay oo sugan yahay baa raajixa tadciifka Albani iyo wadaad badan sax ma aha walidaalika wadaadka iskale al xadiith al waarida fi fadl sahaba ee dhowr iyo toban mujallad ah wuxuu xukumaa xadiidku inuu xasan yahay li qayrihi labaysa shaahid imka la isku qabto iyo shaahidka dambe turuqa saddexda iskale wuu xoog badan yahay xaafidkuna saxaabiga inuu saxaabi yahay buu saabaha ku sheegay qisma alawal buu ku keenay wuxuuna xujeystay xadiidka hadaanu hayno taa macnaheedu marka waxa xadiidku inda al-Hafidh Hajar wa sugan yahay haythamina wa xasan buu abu daawudna waa xujeystay wa sakata calayhi turuqdiisu iyo shaahid labada shaahidna waa isxoojinayaan waana xadiid sugan asalka uu ka hadlay meedka la dajiyeena xadiid mutawaatir ku timid wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.